حكاية الشارت في أكاونتس وأوريكوا البارامترز بتاعتها أو السيتنجز بتاعتها، وهكاية أكاونت جروبس وأوريكوا النمبر رينجز بتعمل إزاي، ونروح نبص بس على الماستر داتا بتاعت الجي ال أكاونتس وأوريكوا الفيلدات اللي إحنا اتكلمنا عليها، وهنشوف الفيلدات اللي إحنا اتكلمنا عليها. وهنعمل ايه تاني؟ هنكاري الكام جي ال، هاساين الشارت اوف اكونتس اللي انا عملتها دي الكمباني كود، اعرفكم ازاي نكابي كمباني كود كده. هاساين الشارت في جروب؟ نعم. هاساين الشارت في جروب؟ ونهاساين الشارت في جروب؟ ماشي. بسم الله. كالعادة احنا كل شغلنا في Financial Accounting New. بما ان احنا هنكونفيجر الشارت في Accounts في General Ledger، فاحنا هنا فين؟ في General Ledger Accounting New. افتح Master Data GL Accounts Preparations، عندي Transaction اسمها Edit Chart of Accounts List. ماشي؟ Execute. كده عندي 42 شارت في الكلاينت بتاعك، كلاينت 800، وتحت هو قايل لك انتري 1 و 42. ماشي. لو جيت ادور على الشارت في الاكونتس بتاعتي اي ان تي اللي انا بستخدمها موجوده، شارت في الاكونتس انترناشونال، يا دبل كليك عليها يا اما اسلكت كده واقول له ديتيلز. هدخل اتفرج عليها، لسه مش هعمل واحده، انا هوريك واحده موجوده. فيها ايه؟ فيها الكود بتاعها اللي احنا اتكلمنا عليه، فيها ديسكريبشن، فيها المينتنس لانجوج بتاعتها انجلش، فيها اللينس بتاع الجي ال اكونت نمبر. ماشي. فيها كنترولنج انتجريشن، انا عندي تو اوبشنز، يا اما مانيوال يا اما اوتوماتيك. وفي عندي ايه؟ الجروب شارت في اكونتس اللي هي اسمها ايه؟ نعم. هو مثلا لما اجي اعمل كروس سيرش مثلا لما كاريت جي ال اكونت في البي اند ال ستيتمنت هيتكريت له كروس اليمنت اوتوماتيك ولا لازم اعمله بايدي؟ ماشي؟ ما تخلطش بس بين الكوست اليمنت والكوست. عندي هنا الجروب الشارت في اكونتس بتاعتي اسمها ايه؟ كونز. ماشي؟ وده الانديكيتور اذا كان بلوكت ولا لا. حلو؟ في حاجه مش واضحه؟ عايز ابلوك للتشارت محدش استعملها. اوكي. للتشارت محدش استعملها. ماشي؟ مش عارف يبص عليها. شايفين التشارت اللي هي كونز دي؟ موجودة. تشارت عادية خالص. زي التشارت في الدور. ماشي؟ بس هي الفكره ان انا خدتها عملت لها assignment as group chart for accounts. فمساله ان التشارت تبقى جروب ولا operational ولا country specific دي مساله نسبيه، تتوقف على البرسبكتيف اللي انت بتبص منه الحاجه، اللي هي assigned لكمباني كود بقت operational، لو هي assigned لتشارت في accounts ثانيه بقت جروب، لو هي assigned لكمباني كود غير للoperational country specific. ماشي؟ هل من اي حاجه؟ حد فاهم اي حاجه؟ طيب عايز اكايت الشارت بتاعتي، رحمكم الله، هقول له اديت شارت في اكونتس عادي خالص، وعندي اوبشن يا اما اخد واحده من دول مثلا ولتكن اي ان تي، واقول له ايه؟ كوبي، ادوس كوبي الورقتين اللي هم ورا بعض دول. طب كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اغير الكي بتاعها بس. ماشي. فانا اسميها مثلا اي ان تي، كده كانت شارت في اكونتس اسمها اي ان تي، واخدها كوبي من اي ان تي. ماشي. وغير في الديسكربشن اي حاجه، بس عايز اغير اي حاجه هنا، ممكن مثلا اداله الجروب دي انا مش عاوزها. قال لي ايه؟ نمبر اوف انتريز كوبيد 1، اسيف، طلع لي، خلص بس، طلع لي ريكوست، اكلت ريكوست جديد او اكمل على نفس الريكوست مش هتفرق. ماشي. سؤال، هو النمبر ده اللي هو بتاع
number of charts copied. copied. كم شارت حصل لهم كوبي؟ ممكن اخد كده واحد اثنين ثلاثة وعملهم كوبي. عايز حد النمبر رينج؟ عايز ايه تتكلم عليه؟ اللي هو كان نمبر اوف جيل الاكونت اللي هو كان 10 اه ده اللينس بتاع الاكونت لما يعملوا يبقى جزئين 10. عايز ايه؟ خدنا الثلاثة. عايز تاخد الثلاثة كوبي؟ هياخد كوبي الحسابات ده؟ غير ده سميه اي كي ار 1 اللي بعده اي كي ار 2 اللي بعده اي كي ار 3. بص تحت هو هنا انا باخد كونتينر ما باخدش جي ال اكونتس. انا باخد الاستراكشر اللي بره. ازاي كابي جي ال اكونتس هنشوفها تاني. انا دلوقتي عملت كريت 3 تشيك فاكر اهو هسيف واوريك. انا كده سيفت. طب لما انا شلت الفيلد بتاع تشارت جروب تشارت كده بقت ماشيه بالتشارت اكونت بتاعتها اللي هي كده بقت تشارت فاكونت ستاند لون لوحدها مش اساين لاي حاجه. ماشي يعني انا هدور لك على اي كي ار اللي احنا عاملينهم طبعا 1 و 2 و 3 ده لسه حاططهم دلوقتي. انا لو عملت ليست بقى ليهم في التشارت اكونت مش هلاقيهم يعني قصدي مش هتلاقي جواها حاجة. سؤال جميل. أنا سعيد إن أنت سألت السؤال ده. فلو رحت accounting, financial accounting, GL account, information system, general ledger reports new, master data, chart of accounts وقلت له هات لي الشارت اللي اسمها IKR3 خاوية على عروشها. خد الستراكشر خد الستراكشر خد الديسكريبشن خد اللانجوج خد اللينس خد اذا كانت بلوكد ولا لا خد الستاتس بتاعت الانتجريشن مع الكنترولنج خد الكلام ده كله بس ما خدش الجي ال اكونتس. كلام واضح؟ اه اوكي. كلام وحش؟ الدنيا وضحت اكتر؟ اه ماشي. شوف عاوز بيبص لك بص انا والله هو عارف انا مش فاهم عادي يعني عادي انا ما بحبش السي وسي بلس بلس عادي يعني هتستمتع اكتر لما تعمل الكونفجريشن بايدك وترجع تعمل البيزنس بروسيس تاني. طيب دعونا من هذا الهزل. نعم كريت مستنبط ويز ريفرنس هوريك حالا اصبر اصبر لا انت بتأدت الشارت في الكاس ماشي. طيب عشان انا جوه نفس الترانزكشن وعملت نفس تشينج حاجه سيميلر فهو حطها على نفس الريكوست بس. ماشي. طيب هعمل ايه تاني؟ ماشي. لو انا مثلا جيت ادور على الشارت اللي لسه عاملها ويز ريفرنس اللي هي اي كي ار اي كي ار 1 مش موجود هنا. انا فين دلوقتي؟ انا في الاكونت جروبس كده الشارت بتاعتي موجوده بس مفيش فيها اي اكونت جروب. حلو. طيب ادخل اديفاين اكونت جروب. وانا كده كريت شارت اكونت تمام كوبي وسكوبي. طيب عايز تكريتها فروم سكراتش؟ ما عنديش مشكله. وانا واقف اقول له نيو انترز فاضيه بقى انها انت بنفسك كريتها وكوبي كل حاجه. عايز تكريتها ودي ايه؟ كوبي جي ال. اكريت لك واحده فروم سكراتش وكوبي لك الجي ال دوت. سميها مثلا سمي ايه؟ اي بي سي. اي ديسكربشن. ممكن عربي؟
اقول له سيف، طلع لي الريكوست بتاعي اديته السيف. يعني انا لو رجعت كده عليها موجوده هنا فاضيه مفيش فيها اي حاجه. حلو، اكتبها عندك عشان بعد شويه هوريك ازاي بنكبر ليها الحاجه. ماشي كده فاضيه خالص ولا فاضيه ولا فيها اي حاجه، هي بس فيها ستراكشر على بعضه كده ديسكريبشن وبتاع، مفيش فيها اكونت جروبس ولا فيها جي ال اكونتس، وكذلك اللي احنا عملناه نكبر في الاول اي كي ار 1 و 2 و 3. طيب اخش كريت اكونت جروبس، اديفاين اكونت جروب بقى فيها. طبعا لو دورت عليها اي بي سي هنا مش هلاقيها، مش موجوده، ملهاش اي انترست هنا. انا عندي برضو الاوبشن يا اما كوبي يا اما اعمل نيو انتريز. ماشي، خلينا في نيو انتريز. هقول له هدوس كده، اقول له نيو انتري، هيفتح لي سكرين. انت هتكريت في انا شورت اي بي سي اكونت جروب هتسميها ايه؟ جروب 1. ديسكريبشن بتاعها، النمبر رينج بتاعها عامل ازاي؟ اقول له مثلا من 1000 ل 2000. في مشكله في كده؟ وادوس انتر. خلاص انا كده دخلت انتري واحد، تمام؟ كده اكونت جروب واحده اتكريت. عايز اكريت واحده ثانيه؟ اعمل جي ال ادخلهم الاكونت جروب بتاعي. اصبر عليا. اكريت واحده ثانيه في نفس الشورت اكونت جروب ثانيه اسميها جي ار 02 جروب 2. نعم؟ قصدي يعني مسميهم مثلا الجروب ده اكونت جروب ده بتاع ايه؟ ولا تزعل نفسك. وقالوا ده هياخد من 3000 ل 4000. في مشكلة كده؟ اي بي سي اكسبنسز من 3100 ل 3500. ما اعترضش، فاهم؟ انا بقول لك اهو، انا كنت عملتها متعمد عشان كده. اللي بيعمل حاجه زي كده لازم يكون عارف هو بيعمل ايه. تمام؟ فانا مثلا ممكن اسمي دي هو ليه ما غلطش كده لوجيكال شويه، صح؟ ليه هو مش بيفاليديت على على التكست او على النيم. ماشي، هو ما عندوش مشكله ان انت تدخل جروبس وتحتها سب جروبس، بس ديسكريبشن هو بيفترض ان شغال فاهم عارف هو بيعمل ايه. ماشي، بس كده قول له سيف. شكرا. نعم، هو عارف. اه بس دي جروب ودي جروب ودي جروب. ماشي كده، في مشكله. انا كده عملتهم ايه؟ فروم سكراتش. احنا قلنا الاكونت جروب كنترول، حلو. النمبر رينج شفناه فين بقى؟ في الستاتس 4. هسلكت دي قول له ايه؟ في الستاتس. بص يا سيدي، ده الفيلد ستاتس بتاع الماستر داتا، وانا بكريت ماستر داتا للجي ال اكونتس اللي في الجروب ده. واضح؟ يعني لما افتح الترانزاكشن دي انا بكنترول دي دلوقتي. مفهوم انا بعمل ايه؟ مش فاهم السؤال. وانا كده كاري دلوقتي، انا بوريك شكل السكرين وانا هكنترولها. بس انا بقول لك ان انا بعمله هنا، ده هيكنترول اللي بيحصل هنا. ايه مشكلة؟ ايه مشكلة؟ انت ايه مشكلتك؟ مش عارف. بس عارف ايه؟ دوست انتر اهو، مستني شوف هيعمل ايه. طب ماشي، ايه بقى المشكله؟ بعد ما دخل الكام جروب ده بقى لا هو ده بيتغير بيست. اه